تحقيقا لاستراتيجية إمارة الشارقة في تمكين الصناعة البحرية العربية بالكوادر الأكاديمية والمهنية المؤهلة. انطلقت الدراسة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2021-2022 حضورياً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع إمارة الشارقة بمقرها الواقع في مدينة خرفكان. جاء ذلك مع تأكيد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. السنة دي بإذن الله العام الدراسي ده هنبتدي حضور كامل. احنا الترم اللي فات كنا بنظام الهجين، كان الطلبة عندنا بيحضروا 3 أيام داخل الفرع وكان 2 يوم أونلاين. السمستر ده بإذن الله أو العام الدراسي اللي هبتدي النهاردة بإذن الله هنبتدي توتالي فيزيكال. كان عندنا طبعا استعدادات قبل بداية الفصل الدراسي، لأن طبعا الطالب عندنا ليه طبيعة خاصة، الكلية كلية عملية وكلية انضباطية، فالطالب عندنا بيقيم داخل الأكاديمية لمدة 5 أيام من يوم الأحد لغاية يوم الخميس، شبه يعني الكليات العسكرية، وبيبقى عنده تدريبات رياضية وتدريبات قيادية صباحا قبل المحاضرات. تم عقد برامج تعريفية للطلاب الجدد والتواصل مع كافة الطلاب لتحديد طرق الدراسة النظرية والعملية، وقد تم قبول 130 طالبا للدراسة من الدفعة الخامسة من طلاب الأكاديمية بعد اجتيازهم اختبارات الكشف الطبي، من بين أكثر من 500 من الذين تقدموا للالتحاق للدراسة، ويعد هذا العدد مناسبا وقريبا من الرقم المستهدف للمنتسبين. كما تؤكد الأكاديمية أن وجود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يتم وفقاً لمعايير وتوصيات الجهات المعنية، فضلاً عن ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستمرارية إجراءات فحوصات كوفيد-19 من أجل تواجدهم في الحرم الجامعي. أدرس كلية هندسة البحرية، اخترت التخصص هندسة لأن أحب الرياضيات وأحب الفيزياء وحبيت التخصص. أدرس في كلية النقل البحري، طبعاً اخترت الكلية لأنها توافق متطلباتي وتحقق طموحاتي، وإن شاء الله راح أكون طالبة جيدة وأنجح وأرفع سمعتها. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تهدف إلى جعل تجربة الدراسة والتعلم في الأكاديمية أشبه برحلة متميزة لبناء الشخصية ضمن أجواء من الاستمتاع والسعادة، تعطي الطالب حافزاً على التفوق والإبداع ليجاوز حدود العلاقة النمطية الدراسية مع الأكاديمية. إذن مشاهدين الكرام، حياكم الله من جديد. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تسعى من خلال برامجها التعليمية المعتمدة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل، وتحرص على أن تكون صرحا عالميا للتعليم البحري والجامعي بالمطابقة مع المعايير الدولية في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب، لتكون الاختيار الأول لطلاب العلم إقليميا. ويسرنا في هذه الفقرة تسليط الضوء على هذا الجانب والتعرف على أبرز أهداف الأكاديمية ورؤيتها وسياستها التعليمية من خلال ضيوفنا في هذه الفقرة. نرحب أولا من خلال الاتصال أو عبر الاتصال المرئي بسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، وهو رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مساء الخير دكتور، وضيفنا كذلك الله يحفظك، وضيفنا في الاستديو الدكتور أحمد يوسف طاها، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. يا مرحبا. يعني اسمح لي دكتور إسماعيل أن أبدأ معك هذه الفقرة، وتحديدا في الجانب الذي يتعلق بحصول أو دخول الأكاديمية في تصنيف التايمز وإدراجها في هذا التصنيف العالمي لعام 2022، مما يعكس جانب من الإنجازات التي تحققها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. حدثنا عن هذا الجانب وأهميته دكتور. شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، هي صرح عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية. استضافت مصر المقر الرئيسي منذ عام 1972، فخورين بفرعنا الجديد في إمارة الشارقة. يعني شكرا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على يعني رعايته ودعمه، ويعني حقيقي إيمان ببناء الإنسان
فالأكاديمية العربية النهاردة واحدة من كبريات الجامعات على مستوى الوطن العربي وبل مستوى العالم. الأكاديمية كل برامجها الحمد لله بتحصل على الاعتماد من جهات الاعتماد في الدولة التي بها المقر، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو في جمهورية مصر العربية أو بالنسبة لفرعنا في اللاذقية في سوريا. فالأكاديمية العربية يعني دايما تسعى لجودة التعليم. الأكاديمية العربية تصنيفها العالمي عدة تصنيفات عالمية في الويبوميتريك، الحمد لله انطلقت إلى يعني مكانة عالية جدا في تصنيف دولي اسمه الكيو اس، يعني الحمد لله أول جامعة على أرض مصر تحصل على 5 stars university، 5 نجوم، ده شهادة دولية بنعتز بيها ونفتخر بيها، أول جامعة على أرض مصر والجامعة رقم 12 في الوطن العربي. كذلك في التايمز هاير إديوكيشن يعني في معيار التعلم الجامعة رقم 886 على مستوى العالم. هي دي الأكاديمية العربية اللي حقيقي حريصة على بناء إنسان عربي. يعني بالنسبة للكادر البحري برامجنا معتمدة من المفاوضية الأوروبية، من المنظمة البحرية الدولية، من أكبر هيئة اعتماد في ألمانيا، حريصين على بناء إنسان. الأكاديمية العربية كجامعة النهاردة في طوكيو 2020 3 من شباب الأكاديمية بيحصل على الميدالية الفضية، وبإذن الله تعالى مع السنوات هيكون في ابن من أبناء الشارقة الإمارات العربية المتحدة في باريس إن شاء الله 2024 أو في الجنوبية في 2028 بإذن الله تعالى. رسالة عطاء مستمرة، رحلة نجاح الأكاديمية بتمر بيها عبر السنوات، فأنا فخور بهذا الصرح العربي وإن شاء الله مزيد من التقدم في السنوات القادمة بإذن الله. كذلك دكتور، أبرمت الأكاديمية العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات وكذلك الهيئات والجامعات، وربما تحديدا الجانب الذي يتعلق بفرع الشارقة، فأتمنى أن تحدثنا كذلك عن هذا الجانب المهم. طبعا إحنا الأكاديمية دايما بتسعى إن هي في يعني يكون لها علاقات قوية مع دولة المقر في المنطقة العربية أو في الإمارات العربية المتحدة في الشارقة. وقعنا اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنى التحتية، دي يعني فعلا كانت واحدة من أهم المحطات وأهم الاتفاقيات. مشروعات كبيرة بندرسها، توطين صناعة النقل البحري في الوطن العربي، لأن احنا فعلا عندنا قدرات متميزة. لو شفنا الإمارات العربية المتحدة هنلاقيها واحدة من أكبر الدول في مجال النقل البحري. بنشوف النهاردة مواني الإمارات العربية المتحدة، مواني ذكية، مواني متميزة على المستوى العالمي. بنشوف المنظمة البحرية الدولية في مقرها في المملكة المتحدة في لندن، المجلس التنفيذي بتاعها لأول مرة الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية تكون في الفئة بي، ودي أول دولة عربية تكون في هذه المكانة. فالإمارات العربية المتحدة هناك قدرات قوية جدا بتمكنها فعلا من أنها تحتل مكانة بارزة. فتوطين صناعة النقل البحري ده هدف رئيسي، وأعتقد ده السبب اللي احنا من أجله كنا في الشارقة، وده حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور صالح القاسمي. بنتعاون برضو وقعنا اتفاقية مع وزارة البيئة والتغير المناخي من أجل برضو الأكاديمية تقوم بدورها في هذا المجال بما لديها من قدرات أعضاء تدريس، أكثر من 1200 عضو هيئة تدريس من المعين حتى الفول بروفيسور موجودين في الأكاديمية في كافة المقار. فدي ذخيرة ورأس مال بشري كبير جدا احنا بنعتز بيه وبنفتخر بيه. طبعا الأكاديمية وقع يعني في الزيارة في تواجدي الأخير في الخميس الماضي في الشارقة في خرفكان، تم توقيع اتفاقية مع زاخر، ودي واحدة من أكبر الشركات في مجال الأوفشور، صناعة الأوفشور اللي برضو بتتميز بيها الإمارات العربية المتحدة. الثلاثة الرؤوس الشركة كلهم خريجين الأكاديمية، أحدهم خريج الأكاديمية من الشارقة عندما كانت الأكاديمية في الشارقة في الثمانينات واستكمل دراسته في المقر الرئيسي في الأسكندرية، الثاني خريج الأكاديمية في المقر الرئيسي في الأسكندرية، والثالث في من خريج الأكاديمية في اللاذقية. ده يورينا قد إيه جودة المنتج اللي بتخرجه الأكاديمية، وقد إيه هم النهاردة يعني قيادات في صناعة النقل البحري. كلنا بنسعى لأن احنا نربط
الخريج بسوق العمل. هذا ما يميز الأكاديمية، الخريج فعلا بيعد على أعلى مستوى قادر على الحصول على فرصة العمل في كبريات الأساطيل العالمية. في أي مكان بتلاقي خريج الأكاديمية على مر السنين هو رقم واحد، وده اللي احنا بنسعى إليه الحمد لله. يعني ولو سريعا دكتور، مؤخرا كما علمنا تم اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر الذي نظمته الأكاديمية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. يعني سؤالي، ما هي أبرز النتائج والتوصيات التي خرجتم منها من خلال هذا المؤتمر؟ احنا طبعا الأكاديمية يعني هي بيت خبرة عربي، الأكاديمية العربية هي يعني بالبساطة كده بيقول الثينك تانك بتاع الأمة العربية في كافة الموضوعات اللي في مجال تخصصها، في التعليم، في التدريب، في البحوث والاستشارات. احنا يعني دايما حريصين على تنظيم واستضافة هذه المؤتمرات والمشاركة بقوة مع جماعة الدول العربية، مع دولنا العربية، في ان احنا فعلا نطلع بنجيب كافة الخبراء على المستوى العالمي، بنتناقش معهم في امورنا، بنطلع بالتوصيات بنرفعها للمجالس المختصة في جماعة الدول العربية عشان تخاطب بيها اصحاب المعالي والمختصين في كافة المؤسسات في امتنا العربية عشان نقدر نحط ده على ارض الواقع. فالأكاديمية هي دايما متميزة في ذلك بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله وكل الشكر والتقدير لك الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حدثنا من الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا وكل التوفيق وكل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا يا مرحبا. إذا عودة لك دكتور أحمد، يمكن اطلعنا على جانب يتعلق بمدى التطور الذي حققته الأكاديمية خلال فترة وجيزة، سواء من خلال فرعها في الشارقة بمدينة خورفكان أو كذلك في المقر الرئيسي هناك في الإسكندرية. يعني نود أن نسلط الضوء الآن على استعدادات فرع الشارقة لبدء العام الدراسي، ما هي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص؟ والله طبعا هو الإجراءات اللي تم اتخاذها ممكن تكون إجراءات احترازية كبريكوشنز عامة بتتبع في جميع الجامعات، باعتبار ان احنا الدراسة هتكون كلها فيزيكالي بدأت حضوريا في المقر في خورفكان. طبعا الأكاديمية يمكن اتخذت مجموعة من الإجراءات الأخرى بحيث ان احنا نبدأ نجهز التدريب العملي للطالب. فهتلاقي حضرتك ان احنا دلوقتي بقى عندنا معدات السلامة، معدات اللي هي بنسميها سيرفايفل ات سي تريننج والسيفتي تريننج، دي جايه من اكبر الشركات الموجوده في العالم عشان تدريب السلامه الشخصيه للطلبه. حاليا يعني جاري العمل، وان شاء الله يعني في خلال شهر او شهرين هينتهي العمل بورش الهندسه البحريه، ورش الديزل انجن، الورش بتاعه الكهرباء، وجاري العمل برضو حاليا في المبنى بتاع المحاكيات المتكامل، وده باذن الله متوقع ان هو يكون حاجه يعني ايه زي ما بيقولوا ستيت اوف ذا ارت، مش موجود في المنطقه بشكل نقلة كبير، هيشكل يعني نقل نوعيه تماما. صح. في عمليه التدريب البحري على مستوى دول الخليج باذن الله. الكلام ده المفروض هو هينتهي في خلال الترم ده، في خلال هذه الفترة الدراسية، بحيث الجزء العملي اللي المفروض الطالب هيعمله إن شاء الله هيقدر أنه يحققه في خلال هذه الفترة الدراسية الحالية إن جميل. شاء الله. فيما يخص أعداد المنتسبين لهذا الفصل الدراسي والطاقة الاستيعابية للأكاديمية بفرعها تحديدا في إمارة الشارقة، حدثنا عن هذا الجانب دكتور. هو طبعا احنا لو نقدر نقول احنا كاكاديميه يعني متمثله حاليا في كليه النقل البحري والتكنولوجيا، احنا بنتكلم ان احنا حاليا موجود عندنا 270 طالب، ما شاء الله، وده اعتقد ان هو يعتبر يعني عدد يعني لا باس به. طالب وطالبه، طالب وطالبه، الاناث يمثلون 45% ما شاء الله من العدد الكلي للطلبه الموجودين عندنا في الاكاديميه، واعتقد ده يعتبر اكبر عدد اناث في دراسة أو في جامعة بحرية على مستوى يعني
دول الخليج وشمال أفريقيا كمان ما شاء الله. طبعا الأعداد دي متمثلة في قسمين، قسم الملاحة البحرية وقسم الهندسة، قسم تكنولوجيا النقل البحري وقسم تكنولوجيا الهندسة البحرية. العدد الكلي الموجود حاليا كطلبة في هذين القسمين حضرتك بتتكلم في حوالي 157 طالب وطالبة. صحيح. عندنا البرنامج التدريبي، البرنامج الإعداد التمهيدي اللي هو بيأهل الطالب ان هو يعني يفولفيل الادميشن كريتيريا بتاعه كليه النقل البحري والتكنولوجيا. حضرتك بتتكلم دلوقتي في حوالي 76 طالب ما شاء الله. دولت باذن الله هم اللي هيبقوا موجودين في فبراير الجاي، هم اللي هيبقوا في الترم الاول فبراير الجاي. باذن الله احنا بنساعدهم هم يحققوا الادميشن كريتيريا. طبعا زي ما حضرتك عارف الطلبه بتخلص الثانويه العامه مسار متقدم، في مسار عام، في طلبه الامريكان دبلوما، في الاي جي سي اس اي، ويعني وفي ثانويات اخرى اجنبيه. فلازم الطالب يحقق الادميشن كرايتيريا بتاعه كليه النقل البحري والتكنولوجيا. اللي مش بيحققها بيخش برنامج الاعداد اللي هو الريميديال بروجرام، اللي من خلاله بنحاول ان احنا نساعد الطالب ان هو يحقق الادميشن كرايتيريا الخاصه بالكليه. جميل. يعني يمكن هذه نصيحة نوجهها كذلك للسادة أولياء الأمور والطلبة في الوقت ذاته. أيوة. المقبلين على التخرج من الثانوية العامة، مثل هذا التخصص هو تخصص يحتاج سوق العمل، وهو من التخصصات في الحقيقة التي ستضيف إلى سوق العمل. يعني نحن ننصح الجميع، أسعدتني لما ذكرت لي نسبة الإناث 45% من إجمالي عدد الطلبة المنضمين إلى الكلية، وهذا أمر يثلج الصدر في الحقيقة. إذن هذه القناعات التي بدأت الآن تأخذ وضعها الصحيح فيما يخص اختيار التخصصات دكتور، وبالذات لفئة الطالبات بالإضافة إلى الطلاب، أتوقع بأن النجاح يحسب على القائمين في هذه الأكاديمية من ناحية عقدها لمجموعة من تحديدا الندوات التي تخص التعريف بالكلية وأبرز إنجازاتها وتخصصاتها ومقرراتها الدراسية. يعني اسمح لي دكتور أن كذلك أتطرق إلى جانب يتعلق بالدورات والتحضيرية للطلاب الجدد والمنتسبين لها. يعني ما هي هذه الدورات التي تنفذ بالإضافة إلى ما ذكرت قبل قليل؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت الأكاديمية شاركت في مؤتمرات كتير، في فعاليات كتير تتعلق بالتعليم، تتعلق بالشباب، تتعلق بفعاليات بحرية على مستوى الدولة. ده بالإضافة إلى الاجتماعات فعلا والسيمينارز اللي اتعملت مع عدد كبير جدا من الطلاب مدارس الثانوية على مستوى الإمارات كلها. الكارير البحري أو المجال البحري مجال اعتقد واعد جدا ومستقبله واعد جدا. صحيح. في المنطقة العربية كلها، لان المنطقة العربية بتتوسط العالم. صحيح. فالممرات الملاحية بتعدي على حدود الدول العربية. دولة الامارات تعتبر هي المركز الرئيسي في هذه المنطقة البحري. حابب تكلم على الشركات اللي بتعمل في المجال البحري في دولة الامارات تتعدى على 20,000 شركة. الأكاديمية فيها برنامجين رئيسيين، البرنامج الأول تكنولوجيا النقل البحري، والبرنامج الثاني تكنولوجيا هندسة بحرية. لو اتكلمنا على البرنامج الأول اللي هو تكنولوجيا نقل بحري، الطالب بعد برنامج 4 سنين بيتخرج مع بكالوريوس تكنولوجيا نقل بحري بإحدى التخصصين، تخصص عمليات مواني اللي هي بورت اوبريشنز، وفي التخصص الثاني اللي هو العمليات البعيده عن الساحل اللي هو الاوفشور اوبريشنز، اللي هو يعني بيتعلق بالاوفشور اوبريشنز زي اللي بتتعلق بالاويل اند جاز وخدمات البترول اللي موجوده طبعا بكثره في الدوله. ده بيكون بالاضافه الى شهاده ضابط ثاني ملاحه. فلما بتكلم في النقطه دي، شهاده الضابط ثاني ملاحه بتؤهل الشخص انه يعمل على ظهر السفن جميعا بانواعها كلها، سفن بترول، سفن غاز، سفن بضائع، سفن ركاب، سفن خدمات بترولية. وطبعا زي ما ذكر الدكتور إسماعيل، الاعتراف المفوضية الأوروبية للأكاديمية بيخلي الخريج يقدر أنه يعمل على ظهر سفن إماراتية، سفن من أغلب دول العالم، سفن ممكن تكون ألمانية، سفن سنغافورية. فده اللي بيدي يعني برودر سكوب للجراديوت أنه يقدر يشتغل
في حاجات كتير جدا. نطاق واسع. شهادة البكالوريوس اللي بيتخرج بيها برضو بالإضافة إلى شهادة الأهلية اللي احنا بنسميها في المجال بتاعنا Certificate of Competency، شهادة البكالوريوس دي بتأهله للعمل على الأرض، فهيبقى عنده فرص كثير جدا في دولة غنية بالموارد الصناعة البحرية فيها، يقدر يشتغل في المواني، خدمات مرور السفن، هيئات التصنيف العالمية، شركات إصلاح السفن، بناء السفن، إدارة السفن، إدارة العمليات، إدارة الأسطول، الإرشاد. طبعا يعني ممكن نعد حاجات كتير جدا. فلما بنتكلم على ان حوالي 42% بالظبط من الطلبة الموجودين في كليتنا البحرية والتكنولوجيا من الإناث، يبقى احنا بنتكلم على ان هذه الأنثى ستعمل في المجال البحري على ظهر السفينة او على ظهر قاطرة او على ظهر لانش لخدمات البترول او لنقل المسافرين او في بناء السفن، ادارة السفن، ادارة الشركات الملاحية، هيئات المينا. فده اللي بتكلم فيه. طبعا المجالات كتير واعتقد الفرص كتير جدا، ويمكن الاكاديمية من الميشنز الرئيسية اللي احنا بنقوم بيها ان احنا بنحاول احنا نربط ما بين صناعة النقل البحري والتعليم البحري. صحيح. اللي هو الاندستري والاكاديميا. صحيح. عشان نقدر ان احنا تبقى وين وين سيتويشن ما بين الجناحين الرئيسيين اللي من خلالهم يقدر اللي هو منظومه النقل البحري ان هي تقدر ان هي تتحرك. صحيح. توفر الاكاديميه كذلك دكتور العديد من البرامج والمسارات التعليميه ذات الكفاءه والجوده العاليه. أيوة. كما علمنا، ابرز هذه المسارات دكتور؟ هو طبعا في المسار هندسه بحرية اللي هو مسار تكنولوجيا هندسة البحرية، ده الطالب بيتخرج برضو 4 سنين بياخد بكالوريوس هندسة بحرية، بكالوريوس تكنولوجيا هندسة بحرية، بالإضافة إلى شهادة مهندس ثالث بحري، وفي طبعا بكالوريوس تكنولوجيا نقل بحري، بالإضافة إلى شهادة ضابط تاني ملاحة، ودي بيكون في إحدى التخصصين، تخصص بورت أوبريشنز عمليات مواني أو offshore operations. ده طبعا كشهادات اكاديميك. بالنسبه للصناعه اللي هي موجوده في دوله الامارات والدول طبعا العربيه، فاحنا بنعمل دورات خاصه ودبلومات مهنيه خاصه بتخاطب جهات صناعيه بهدفها ان احنا نرفع مستوى الكادر الذي يعمل هناك، سواء كان كادر بيعمل في المينا او على ظهر السفن او في شركات الملاحه او في هيئات المختلفه. كذلك دكتور الأكاديمية تعتبر أمودج في الحقيقة للتميز في مجال سواء التعليم البحري اللي هو اختصاصها الرئيسي أو كذلك في البحث العلمي. يعني يمكن هناك في الفترة الأخيرة تبنت الأكاديمية أنظمة محاكاة تحاكي ما سيواجه الطلبة في الحياة العملية والواقعية في مختلف الظروف الجوية بهدف تهيئتهم لمثل هذه الظروف المتوقعة والغير متوقعة. يعني اسمح لي أن نتوقف عند هذا الجانب وكذلك هذه الأنظمة، ما هي أبرز وأهم هذه الأنظمة؟ هو فعلا الأكاديمية تعاقدت مع شركة كونغسبرغ. شركة كونغسبرغ طبعا تعتبر من أحسن أو رقم واحد شركات للسيميليشنز والمحاكاة، ويمكن شركة كونغسبرغ هي برضو يعني كشركة رائدة بتعمل في البحث العلمي والريسيرش اند ديفلوبمنت في المواضيع بتاعه السفن المسيره ذاتيا الاوتونوماس فيسلز والحاجات دي كلها. هم هي دي الشركه اللي هتنستول المحاكيات البحريه في مجمع البحريات المتكامل اللي هيتعمل في الاكاديميه ان شاء الله. فده هيبقى فيه غرف قياده تحاكي غرف القياده الموجوده في السفن، عدد من غرف القياده، عشان الطالب قبل ما يتخرج من الاكاديميه يتمرن ازاي يقف في البريدج او اللي هي غرفه قياده السفينه، ازاي نحطه في سيتويشنز ولو اتحطها في الحاله العمليه مش هتبقى تشالنج قوي بالنسبه له ان هو تحدي. عداها قبل او تحدي ليه ان هو عداها قبل كده. ده في المرحله الاوليه. في المرحله المتقدمه لما يشتغل في البحر ويحاول ان هو يشتغل مرشد في مينا او في اداره مينا، طب هو عايز يبدا يتمرن
ان هو يدخل هذه المواني هذه السفن الى المواني. فبنبدا نعمل له السيناريو بتاع ميناء الفجير, السيناريو بتاع ميناء محاكاه لميناء مثلا على سبيل ميناء خالد, ميناء جبل علي, ميناء باختلاف العمق البحري لهذه الارصفه البحريه. بنعمل له نفس الرسمه حضرتك, بيبقى الـ 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 المرشد البحري واقف في المحاكي بيبص يمين وشمال, هو شايف ان هو فعليا داخل ميناء خرفكان بالجبال بالشوارع بالعربيات بكل حاجه, بالاعماق الملاحيه بتاعتها. فبيبدا ان هو يتمرن. غرفه الماكينه, عندنا محاكاه لغرفه الماكينه, عندنا محاكاه للفيزل ترافيك سيرفيس اللي هو خدمات مرور السفن, محاكاه للاتصالات البحريه او جي ام دي اس اس, محاكاه للصب سفن الصب الليكويد كارجو. طيب بعض السفن البحرية ذات الغاطس البحري العميق دكتور, يعني ربما ليست جميع المواني مهيئة لاستقبالها, خصوصا إذا كان غاطسها يعني يزيد عمقه على 16 متر. هناك موانئ محددة ربما مهيئة لاستقبال مثل هذه السفن البحرية اللي تعتبر من الجيل الثالث والرابع في مجال سفن الحاويات الأكبر عالميا. فهل يتم كذلك تدريب الطلبة على مثل هذه الجوانب؟ احنا يعني في طبعا في المحاكي في مجموعة من المودلز من السفن, من نموذج السفن, نماذج كثيرة, نماذج من اول التاج بوت او القاطرة التي تعمل داخل الميناء الى اليو ال سي سي او الالترا لارج كروت كارير اللي بتشيل بترول وبيكون طولها بال 300 فوق 300 متر. بالنسبه للسفن الكونتينرز بيبقى فيه اكتر من موديل موجود عندنا طبعا اكيد. نعم صحيح, يعني لا يمكن ان نختتم هذا اللقاء يعني دون الحديث عن البحث العلمي واهميته في جميع مؤسسات وكليات, يعني المؤسسات الاكاديميه والكليات والجامعات في الاماره بكافه فروعها. وعندما نتوقف عند الاكاديميه البحريه يعني لابد كذلك دكتور أن نؤكد على أهمية هذا الجانب. يعني نود أن نتعرف كذلك على الخطط التي قامت بها الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري في هذا الجانب. طبعا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري طبعا بمقرها الرئيسي وحاليا بفرع الشارقة عندها خبرة طويلة جدا في مجالات البحث العلمي, ويمكن ده نتيجة وجود المقر في الأسكندرية في البحر المتوسط. ففي طبعا مشاريع مشتركة جدا كثيرة جدا مع الاتحاد الأوروبي بتتعلق بالنقل البحري, الملاحة البحرية, الطاقة المتجددة, الانفايرمنت والانفايرمنت بروتكشن. يمكن برضو من المبادرات الرئيسية اللي بدأناها هنا الأكاديمية هي مبادرة الاقتصاد الأزرق. والاقتصاد الأزرق ده اللي هو يعني يمكن هي ترم مشهور جدا اللي هو البلو ايكونومي, وهو ده السكوب بتاع الأبحاث الخاصة بينا. الاقتصاد الأزرق يتعلق بالنقل البحري, المواني, الطاقة المتجددة, الفيشريز, هو ده يمكن السكوب أو هو ده التوجه اللي يمكن إحنا في فرع الشرقة هو ده التوجه اللي إحنا في ناويين ان احنا نتجه اليه. برضو وده بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في الإدارة البحرية في دولة الإمارات, بحيث ان احنا نقدر ان احنا نانتجريت مع بعض, نقدر ان احنا ان شاء الله نكون إضافة جيدة بإذن الله للدولة بإذن الله. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور أحمد يوسف طاهة نائب عميد كلية التكنولوجيا والنقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شكرا جزيلا لك دكتور, ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا العام الدراسي. شكرا.